السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل كي بلان في المشروع بتاعنا. ايه المشكلة لو خدت اي ليفل وخليته هو الكي بلان؟ يعني لو سحبت مثلا الليفل دوت عملت له دوبليكيت تمام اهوت وفتحت اي شيت مثلا اهوت وسحبت دوت وخليته هو الكي بلان وصغرته وخليته جاهز ليه حاجه زي كده اهوت تمام. طبعا هغير الماس بتاعه خالص عشان يبقى مناسب مثلا حاجه زي كده او حاجه زي كده تمام. وعملت ده كي بلان. المشكله ان انت هتستخدمه مره واحده بس، يعني هتستخدمه مره واحده بس، يعني الكي بلان اللي انت عامله دوت تمام لما تيجي تسحبه في اي شيت اخر هيقول لك لا هو موجود قبل كده فمش هيقدر تحطه، فدي مشكله. فالكي بلان بالشكل دوت ما ينفعش. طيب عايزين نعمل احنا كي بلان. نعمل كي بلان ازاي؟ كي بلان مش محتاج ان انت تحط فيه كل تفاصيل المبنى وكل الغرف والحاجات دي كلها. كي بلان ما بقاش مركز او ده الدور الاول ولا الثاني ولا المهم شكل المبنى. فانا هاجي كده على الشيت واقول له ايديت شيت وتعمل بقى ايه شكل المبنى. يعني لما تيجي تبص كده المبنى ده عامل ازاي بالشكل دوت. طيب فانا هاجي كده وهبدا اعمل ارسم الكي بلان بتاعي هنا. هكتب تكست كي بلان وبعد كده هتيجي تقول له كرييت وتقول له بعد كده لاين اهو اللي مثلا حاجه بالشكل دوت تمام. وممكن بعد كده طبعا انت عامل الكي بلان دوت على اساس ان عندك لوح هتبقى صغيره وكده، فتقدر ان انت بقى من هنا تبدا تعمل هاتش مختلف لكل جزء فيهم بحيث تقدر تتحكم فيه. فهتيجي كرييت وتقول له فيلد ريجن وتبدا تعمل هاتش مثلا مره من هنا لهنا، ده الهاتش الاولاني تمام. ممكن تيجي تعلم بقى الهاتش دوت وتقول له انا عايز الهاتش دوت يبقى النوع بتاعه مثلا، تغير الهاتش بتاعه في الريجن اديت ممكن تختار مثلا من هنا سوليد بالشكل دوت. وبعد كده هتعمل واحد تاني وبعد كده تعمل واحد تالت طيب الهاتش دوت انا عايز اتحكم فيه ان هو يظهر امتى. ففي الفيزابل هقول له مثلا ان ده هديله مثلا رقم واحد زد 1 تمام واه او لا اوكي. طيب والتاني دوت هقول له ده زد 2 والباونت بتاعه يظهر نو يظهر او ما يظهرش وده زد 3 بالشكل دوت. يبقى انا عملت كي بلان هيوضح لي المبنى موجود فين. طب هقول له لود انتو بروجكت اند كلوز ويحمل بالشكل دوت. لما تعمل سيلكت هنا وتيجي هنا هتلاقي في البارامتر، فتقدر تلغي الاثنين دول يبدا يظهر ان ده بتاع زون 1. تقدر بقى واحد تاني. طيب تعالى نعمل نشوف واحد تاني مثلا اهوت اه التلاته ظهرين فتقول له ده مثلا زون 2 يظهر معاك بالشكل دوت وهنا تسحب الجزء بتاع زون 2. طيب نيجي نفتح ده مثلا عايزين نحط فيه الجزء دوت. خلينا نشوف برضو تعمل ازاي. هاجي مثلا على ليفل 1 دوت واجي هنا واقول له دوبليكيت فيو از اديبندد. طيب هنا بالنسبه لي هبدا استخدم، ممكن تستخدم اللي هو الكروب فيو، والاحسن والافضل ان انت تيجي من فيو تقول له انا عايز ابدا اقسم الحاجات تحت
فهعمل سكوب بوكس، سكوب بوكس 1 تمام، وده بعد كده سكوب بوكس 2 من هنا لهنا، وبعد كده سكوب بوكس 3. خلي بالك يبقى فيه تداخل بينهم بسيط تمام، عشان تبقى الاجزاء كلها ظاهره مبقاش فيه حته مش واضحه. طيب يبقى ده سكوب بوكس 1، يبقى انا لما هاجي هنا في الديمندز 1 هاجي هنا هقول له ده السكوب بوكس دوت بدل ما هو نان هخليه ده سكوب بوكس 1، فتختفي كل حاجه ما عدا دوت. سكوب بوكس 2 هاجي هنا اقول له ده خليه سكوب بوكس 2، ودوت خلي ده سكوب بوكس 3 بس كده. وبعد كده في الشيت دوت تمام، انا عايز اللي هو رقم 1 دوت، فهبدا اسحب ده هنا بالشكل دوت. يبقى انا كده قدرت اعمل الكي بلان، والكي بلان سهل جدا اعمل سيلكت واغير فيه لو انا عايز اعمل حاجه جديده تمام. يعني فرض مثلا هنا حابب ان انا احط مثلا ده مع ده تمام، يبقى انا هضطر بقى اجي اعمل سيلكت هنا واعلم على ده معايا، يبقى بالشكل ده. يبقى ده هنا عندي هنا الجزء الاول والجزء الثاني.